انت بتعملي ايه بقى فهو بالظبط؟ نعم بتعملي ايه بالظبط بتقولي؟ انت برنامج بتحمليه وتعملي ايه؟ وبربطه اللي هو بالمحفظة محفظة. دي اللي بحط عليها تمام الفلوس، تمام وبتعملي ايه بقى في فبيدخل بقى البرنامج فلوس ده؟ للمحفظة اللي هو 5000. البرنامج ده بيشتغل من خلال ان بيجي بيدينا في اليوم 20 اعلان، وكل اعلان له ربحه، فبنيجي في اخر الشهر الفلوس اللي احنا داخلين فيها دي ال5000، بنقبض كل شهر 5000 لمدة سنة يعني انت من خلال ان انا اشوف الاعلانات دي. انت بتدفعي للبرنامج ده الاول انت 5000. يفضل يقبضني بقى كل شهر 5000 زي اللي انا دخلت بيهم دول لمدة سنة، من خلال ايه بقى؟ ان انا بتفرج على الاعلانات دي كل يوم، في اليوم 25 اعلان. فانا مش عارفة هل الربح ده يعني حاجة حلال او حاجة حرام، انا لسه ما دخلتش، بس مش عارفة لسه ما يعني هنشوف والله. اشترك دي ولا ما اشتركش ولا اعمل ايه. حاجة غريبة جدا. حاضر نسأل دكتور محمود في الموضوع ده، موضوع غريب الحقيقة، أول مرة أسمع بيه، لكن يعني طول ما احنا عايشين أدينا بنشوف حاجات بتحصل جديدة من حوالينا. آية كانت بتسأل على برنامج معين مش عارف بيديهم فلوس بشكل معين لما يتفرجوا على إعلانات، لو الصورة واضحة نقدر نجاوبها ولا الأمر محتاج تفصيل؟ الأمر محتاج تفصيل لأن هي صور متداخلة فعلا، نعم. ولما تسمع صورة وتجيب متخصص فتلاقي الصورة صارت 5 صور في بعض. نعم. وساعات بعض الناس، بعض السائلين الكرام، بيقول الصورة التي سمعها من أحد، نعم. ولما تيجي في على أرض الواقع لا تلاقي حاجة تانية. وبعدين في صور فيها عقود مركبة، وفي صور مستحدثة أصلا، وفي صور مآلاتها خطيرة أصلا على الاقتصاد نعم. وعلى حياة نعم. الناس. نعم. ولذلك مثل هذه الحالة نحتاج إلى أن يأتي السائل أو تأتي السائلة الكريمة وتكتب لنا الصورة، ثم تبحث ونفيدها بالجواب إن شاء الله. جميل جدا.